أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود؟ يجوز، لكنه غير مشروع على وجه الخصوص. لو قلت اللهم صل على عبدك ورسولك محمد جائز، لكنه ليس بمشروع، فلا نقول يشرع ولا يستحب ولا يؤمر به للصلاة على النبي. مواضع في الصلاة في التشهد، هذا موضع الصلاة، لكن لو صليت على الرسول لم يكن، لأن هذا لا ينافي، ليس من الكلام الذي ينافي الصلاة. لكن تقصد أن تصلي على الرسول في السجود هذا لا ينبغي، لأنه لا أصل له. نعم.